الأدبيات الغربية وخاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قل أن بقي مبدع أو عبقري أيها الإخوة إلا التهم بالجنون. لو أردت أن أسرد لكم لانتهت هذه الخطبة قبل أن أنتهي من غير مبالغة، لكن ببساطة دون أن أصدعكم، أي عبقري في السياق الغربي يخطر على بالكم سترون بعض من وصفه أنه كان مجنونا، مش من العامة، لا من العلماء وخاصة الذين أغرموا بالتحليل النفسي الذي بلغ مداه الأقصى مع سيغموند فرويد. لكن قبل ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت هذه الصرعة، حتى نيوتن مجنون، طبعا يأتون بحكايات تؤكد أنه كان خارج النمط، الرجل يتصرف خارج النمط موجود، هذا صحيح. أينشتاين نفس الشيء، يكتب على بابي سأعود بعد نصف ساعة ثم أعود، يقول طب قل له سأعود بعد ذلك، يخاطب هذا الذي كتب. يعني في شذوذات لهؤلاء، قلنا لكم مجنون. لا يخطر على ذلك أحد، لا رسام ولا موسيقار ولا نحات ولا فيلسوف ولا كاتب رواية، تشارلز ديكنز، تولستوي، دوستويفسكي، فيكتور هوغو، إزرا باوند، الشاعر الشهير أوسكار، كله فيرجينيا وولف، كلهم مجانين. القائمة تطول جدا. تعرفون لماذا؟ ما الذي يميز العقل من الجنون؟ سؤال كبير جدا جدا. قد يظن بعض الناس أن من أسهل الأشياء أن نعرف العاقل وأن نعرف المجنون، من أصعب الأشياء على الإطلاق. هل تصدقون إلى اليوم هذا السؤال يكسر ويحير ويصدع رؤوس علماء النفس والأطباء النفسيين وحتى الفلاسفة؟ حير